كامبريدج اي سي تي تشابتر 6 ابلكيشنز بارت 3. تعال بقى من اول كمبيوتر ايديد ليرنينج واونلاين بوكينج سيستمز، عشان بقى ناخد بقى اونلاين بانكينج واونلاين شوبينج وثيتر بوكينج، لغايه نحاول بقى نقسم اللي فاضل على تو سيشنز. تمام، ما هو ابلكيشنز كتير. تمام، طيب يعني ايه كمبيوتر ايديد ليرنينج؟ استخدم الكمبيوتر تو اسيست ليرنينج، يساعد في التعليم. يعني مثلا ممكن اعمل امتحانات ام سي كيو على الكمبيوتر والطالب يحلها وتتصلح اوتوماتيك. خلاص، يبقى دي كمبيوتر بيزد سيستم تو اسيست ان اكاديميك تيتشنج اوف ستودنتس. ماشي، student will get use of computer as part of their learning and complete online test to monitor their performance. خلاص، هي دي حته نازله من البص من السيلبس الجديد، خدت عليها باراجراف من التكست بوك عشان يبقى اسمها اتقالت. اسئلتها وكلام من ده لسه ما جاش عليها اسئله. computer aided learning، هديكوا امثله لان انا عندي امثله كتير، بس مش من الايه، مش من الامتحانات، لسه ما جاش عليها امتحانات. يعني ممكن مثلا اتفرج على فيديوهات للتعليم، ما انتم بتعملوا كده. ممكن اعمل بقى اكسبيرمنتس للكيمستري والفيزيك باستخدام سيميوليشن، ما احنا درسنا سيميوليشن السيشن اللي فاتت. ممكن بقى اعمل كمبيوتر ايديد تيستس وكويزز ام سي كيوز تتصلح اوتوماتيكلي. تمام، خلاص، يبقى دي كمبيوتر ايديد ليرنينج. خلاص، اي حته في النص كده اتقالت وخلاص. تعالى اللي بعده، اونلاين بوكينج سيستم بقى، دي فيها كلام كتير قوي وجه عليها اسئله قد كده. دلوقتي لما اجي احجز تذكره طياره، بدل ما انزل واروح شركه الطيران احجز الطياره، هحجزها اونلاين وهدفع بكريدت كارد وهيجي لي اي تيكت. مش بعدش بقى في تيكت مطبوع، هو اي تيكت بتيجي مثلا بالايميل او بيبقى بي دي اف عليها كيو ار كود نمبر، بعمل بيه بوردنج وخلاص. تمام، يبقى ده اسمه ايه؟ اونلاين بوكينج. طب افرض عاوز احجز تذكره سينما او ثيتر او جيم او مثلا، كل ده هعمله اونلاين. ماشي، هيوفر بقى كل الحاجات دي يا شباب. هقول لك البنفيتس والدروباكس اوف اونلاين بوكينج سيستم. ماشي، البنفيتس والدروباكس اوف اونلاين سيستمز بالكامل، لان انا هدرس لك دلوقتي اونلاين بوكينج، بعدها بشويه هقول لك اونلاين شوبينج، وبعدها بشويه هقول لك اونلاين بانكينج. كلهم البنفيتس والدروباكس عاملين زي بعض، مع اختلافات بسيطه في النيتشر بتاعت كل واحده. يعني لو انت فاهم هتجاوب كل ده صح، مش حافظ قوي يعني، مش حافظ عمياني. خلاص، مش هقدر انا احط كل حاجه تحفيظ، لان الامتحانات بتيجي فيها فرايتيز كتير، وهو عايز الطالب فاهم مش حافظ. يبقى اونلاين بوكينج سيستم يوزد ان ترافل اندستري، زي ايه بقى؟ فلايت بوكينج سيستم، ثيتر بوكينج، هوليداي بوكينج رحله سياحيه، سينما بوكينج سينمات، ريل تيكتس قطارات، هوتيل روم بوكينج. على فكره مره جه سؤال في امتحان قال لك يعني اكزامبلز اوف اونلاين بوكينج، وهي دي كانت الاجابه. ريستورانت تيبلز، سيت بوكينج، فوتبول ماتش، ماشي، فوتبول ماتش بوكينج، اند كونسرت بيرفورمانس بوكينج. كل الحاجات دي هتتعمل اونلاين. هو كده يعني جه مره سؤال ايه اللي ممكن يتعمل اونلاين؟ كل الحاجات دي ممكن يتعمل لها اونلاين بوكينج، هتبقى يعني افضل. طيب تعالى، هو بقى انا حاطط لك هنا مثالين، ولو جالك اي مثال تاني تجاوب سيميلر للي مكتوب. مش هقدر احط كل الامثله واحفظ كل حاجه دلوقتي. اونلاين ثيتر اند سينما بوكينج، ما هما الاثنين زي بعض. الستبس ازاي بقى؟ The customer clicks on the performance and a date and time is typed in. يبقى انت بتخش على الويب سايت، تختار البرفورمانس وتكتب الديت والتايم. The required number of seats is also entered. عايز كم كرسي؟ Seat displaying in the theater is shown on the screen. اللي هو البتاع ده بيظهر لك اللاي اوت، عاوز بقى انت في الكراسي دي ولا الكراسي دي ولا الكراسي دي، وكله طبعا حاجه ليها ثمن. وبعدين ممكن لو انتوا خمسه هتبقى حريص ان هم يبقوا adjacent seats. ممكن تختار بقى كليك على الكراسي اللي انت عاوزها. وبعدين في حاجه مهمه جدا، اللي انت بتحجزه وبتدفع ثمنه بيبقى updated immediately عشان prevent double booking، ما عشان بعدها بلحظات حد تاني بيعمل بوكينج، خلاص الكراسي دي اتاخدت، مش عايزين مشاكل. خلاص، طيب، يبقى is shown on the screen. وبعدين the user selects their seat or seats by highlighting the actual seats
on the screen displayed and click confirm. خلاص. وبعد كده بقى ممكن يدخلك في قصه هتدفع بالكريدت كارد ولا هتدفع ازاي، ويجي لك الكونفرميشن بالايميل. الكلام ده مشروح في المثال اللي بعده. والحاجات دي على قد ما اقدر انا واخدها من امتحانات جت في كامبريدج، لان الموضوع ده قديم. ايرلاين تيكت ريزرفيشن، ايه الخطوات اللي بتتم؟ ذا كمبيوتر اسكس كاستمر فور ديتيلز اوف فلايت، عاوز تسافر من فين لفين ويوم ايه، وبعدين يعمل سيرش فور ماتشنج فلايت. خلاص، يبقى انت اخترت من الديبارشر والارايفل، امال هتسافر ازاي، والتاريخ. طيب دلوقتي بقى سيلكت ا سيت فروم ذوز افيلبل، نفس الحوار بتاع الايه الثياتر بوكينج، بس دي طياره. ذا كمبيوتر فلاج ذا سيتس از بوكينج، اللي انت هتحجزه الكمبيوتر هيعلم عليه ان هو بوكد علشان يبقى يمنع دبل بوكينج. كومبليت بيمنت، هتدفع بكريدت كارد ولا بنك ترانسفير ولا ايه، ماشي. تو سي اف ذير ار سفيشنت فاند، ما هو مع البنوك عاوز يسحب منك مثلا 10,000 جنيه، يشوف الرصيد فيه 10,000، لو فيه 9 مش هيكمل، لو فيه اكتر خلاص هيسحب التسعه. خلاص. ايرلاين داتا بيز از ابديتد ايميديتلي، ان نمبر اوف سيتس افيلبل از ريديوست، ماشي. معلش اصل الحاجات دي انا جايبها من المارك سكيم، فمن غير جرامر. number of seats available is اهو المفروض ذا، بس هي جايه من المارك سكيم من غير جرامر. the number of seats available is reduced by the number of seats booked to prevent double booking. خلاص بقى. confirmation or e-ticket may be sent to the customer by email. لازم تعرف ان دلوقتي مع الطيران ما عادش في tickets بتبقى e-ticket. والصوره دي بتاعت الويب سايت، هتحط هنا بقى departure date والreturning date لو هي بقى two way trip، ماشي. وبعدين هنا ريتيرن ولا وان واي، وفروم الروت فروم وتو، وبعدين كم ادلت وكم تشيلدرن وكم انفانت، لانه يعني بيفرق في الكراسي والسعر. ودي جه عليها سؤال في امتحان، بس انا حاطط لك سكرين شوت للويب سايت، افهمه ولو سالك في الامتحان زي الفل. طب ايه الميزه بقى؟ ادفانتج اوف يوزنج اونلاين بوكينج سيستم تو كاستمر. باذن الله كمان شويه هقول لك ادفانتج وديس ادفانتج لاي حاجه اونلاين، سواء كانت بانكينج او شوبينج، بالنسبه للكاستمر وبالنسبه لصاحب المحل. افهمهم عشان تجاوب بكل حاجه بطريقه مناسبه، ماشي. طيب بوكينجز كان بي كاريد اوت اني وير، اي حته، اي حته فيها انترنت طبعا اقدر اعمل البوكينج. سبيد اب ذا بوكينج بروسيس، بدل ما لسه هروح. سيف ماني اند تايم ان ترافلينج اند كيوينج، تمام. طب فين الديس ادفانتجز؟ ما فيش ديس ادفانتج. يبقى ذاكر الديس ادفانتج بتاعت اونلاين شوبينج او اونلاين بانكينج لو اتطلبت منك. غالبا ممكن تعمل بوكينج لحاجه غلط، لو بحجز رحله سياحيه ممكن ما احطش كل الحاجات المهمه، يعني احجز مثلا طياره واحجز فندق وانسى احجز الباص او ترانسبورتيشن، فساعتها افضل ان انا اروح الشركه عشان اللي يعمل لي ريزرفيشن يبقى يعني امبلوي موظف يديني ادفايس. فإف يو بوك اون يور اون يو ماي ميس مانج يور بوكينج، مش مكتوبه هنا، ما هتذاكرها انت من هناك وتجاوب ريزونبلي، تمام. طيب بعد كده بقى عايزين نخش على البانكينج، ما هو بعد كده في انترنت بانكينج مع اونلاين شوبينج، مع هنا اونلاين شوبينج اونلاين اونلاين بوكينج سيستم، هخش على اونلاين بانكينج، تمام، وانترنت شوبينج اللي هو برضه اللي هو اونلاين، تمام. طيب في حاجة اسمها فون بانكينج، هتتشرح مع انترنت بانكينج. انترنت بانكينج بخش على الويب سايت بتاع البنك، اشوف الحساب بتاعي، اعمل ترانسفير للفلوس من حساب لحساب. طبعا اكيد في الاونلاين اي كان نوت ديبوزيت ان كاش، اي كان نوت ويزدرو ان كاش، ده في الايه، في الانترنت او الاونلاين بانكينج. طب الفون زيها بالظبط، بس بكلم اوبريتور، ماشي، محطوطة هي علشان لو جه عليها أسئلة، تمام. يبقى فون بانكينج is similar to internet banking اللي هو هو. طب أنا ليه حطيتها هنا الأول؟ أصلها صغيرة وخلصانة، ماشي. The main difference is that it uses telephone rather than a computer and the internet. When customer use phone banking, they are connected to an automated system. الأول بيرد عليك answer machine للخدمة للغة العربية، اضغط واحد for English press 2، وبعدين انت نيو كاستمر ولا اولد كاستمر، لغايه اما في الاخر خالص بقى ايه، تحدث مع ايه، احد خدمه العملاء. ايدنتيفاي يور سيلف، هتدخل الايه، البنك اكاونت نمبر والبين كود،
بيبقى فيه بين كود للتليفون، ما بيبقاش باسورد لان التليفون فيه ارقام بس. ميموربل داتا يسالك مثلا يور سيتي اوف بيرث، او مثلا يور ديت اوف بيرث، يور مانث اوف بيرث، حاجات كده برضو فور سكيورتي. وبعد كده اوبريتور بقى، او ممكن تعمل الحاجات اوتوماتيك. خلاص هنفهمها اكتر لما نشرح انترنت بانكينج، وتبقى تطبق اللي انت ذاكرته على فون بانكينج. طيب ان بالنسبه للانترنت بانكينج، it is now very common for bank customers to access their bank account from home. والله بصراحه بقى مفيده جدا، علشان بالنسبه لصاحب البنك بيحتاج برانشز اقل ويحتاج موظفين اقل، فبالنسبه له less rental. عشان لو قال لك advantage of internet banking للبنك ذات نفسه، هيبقى less rental وless salaries. ماشي، ما الناس شغاله اوتوماتيك اونلاين، بدل ما تروح هناك وتعمل له زحمه زحمه ولسه تكييفات وانتظار وموظفين كتير، وتحجز فرع في مكان قريب وكبير وغالي. تمام. طيب ميزه الانترنت بانكينج بالنسبه للكاستمر، he can bank any time of day, he can bank anywhere there is internet connection, he can bank when banks are closed. هيوفر بقى الترانسبورتيشن ماني والترانسبورتيشن تايم والستاندينج ان ا كيو. طب ايه عيوبها بالنسبه للكاستمر؟ he may mismanage his account. انا عايز اقعد مع موظف ينصحني اعمل ايه. ماشي. طيب وبرضه موضوع الهاكينج، ماشي، السكيورتي لازم تبقى ايه، عاليه. خلاص بيقول لك من ضمن البنفيتس اوف انترنت بانكينج، ماشي، ask for a loan over the internet without being embarrassed. عايز اعمل ابلكيشن عشان اخد قرض، فبعمل الابلكيشن اونلاين بدون احراج، يعني بدل ما تبقى فيس تو فيس. والله هم كاتبينها كده، وهم وجهة نظرهم في انجلترا كده، هنا بناخد القرض ومش بنرجعه. ماشي. المهم ترانزاكشن كاستمرز كان دو فروم هوم، طبعا اكيد الويب سايت هيبقى سكيور وباسورد وانكريبتد وكل الحاجات دي. اقدر ترانسفير ماني بتوين كمبيوترز، باي ابل، ابلاي فور الون، واكسس اب تو ديت بانك ستيتمنت. طب ثينجز اي كان نوت دو، اي كان نوت ويذدرو كاش فروم ذا انترنت بانك، هيطلع لي من البرنتر. اي كان نوت ديبوزيت كاش، اللي هو ورق. ماشي. طيب بنفيتس اوف انترنت بانكينج تو كاستمرز، ذاكرهم كويس عشان شبههم دلوقتي انا ملزقهم في بعض، البنفيتس ودرو باكس مع الانترنت شوبينج، شبههم مع اختلاف الطبيعه. خلاص يبقى دو نوت هاف تو ويست تايم وماني ترافلينج تو بانك اني وير اف ذير از ان انترنت كونكشن اني ديت اوف داي اور نايت اند وين بانكس ار كلوزد. الانترنت بانك ان شاء الله في نص الليل. خلاص ask for a loan over the internet without being embarrassed. دي مميزاتها. عيبها you can make mistakes، انت بتحول حاجة غلط لما بتروح هناك، الموظف بيخلي باله منك وبيديك ايه، نصيحة تعمل managing للاكاونت correctly. في الانترنت you are on your own. وبعدين هاكر can access personal detail and transfer money to their accounts وتبقى سرقة. طب ايه بقى مميزات الانترنت بانكينج لصاحب صاحب البنك دلوقتي؟ less teller fewer tellers، هيحتاج موظفين اقل، يبقى reduction in wages. less branches، يبقى هيحتاج less rental. less actual money handle، يبقى fewer robberies. و wider customer base، لان من خلال الانترنت لو ساكن قريب ولا بعيد ممكن تبقى customer عندك. تمام. طب ايه عيوبها؟ هاي انيشال كوست. دايما اي كمبيوتر سيستم، لو اتكلمنا عن روبوت، اتكلمنا عن مثلا كمبيوتر في داتا بيس في هوسبيتال، هاي انيشال كوست اوف هاردوير اند سوفت مينتننس كوست وريترين. تمام. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه اونلاين بانكينج، زيهم بالظبط اونلاين شوبينج او انترنت شوبينج. خلاص يبقى هنا انترنت بانكينج وهنا انترنت شوبينج اللي هو امازون. خلاص كاستمرز may shop from home using the internet. طيب تعالى بقى نشوف المعلومات اللي موجوده، وبجد كل المعلومات دي انا خاطفها من اسئله امتحانات. ماشي. طيب مرة جه سؤال بيقول what are the features in the website
that offers internet shopping. اكيد في شوبينج باسكت احط فيها، واكيد في تشيك اوت وحاجه ادفع بيها بكريدت كارد. طيب هو قال لك ايه؟ قال لك في لوجن اند يوزر نيم اند باسورد زي امازون، ولازم يبقى لي اكونت. Menu of different types of items اختار منها. Shopping basket to place both item, calculate the price, we check out, we creating the order. والله مره جه سؤال فقلت احطه لو اتكرر تاني او الاقي حاجه اشرحها. تمام؟ طيب ايه الادفانتج والديسادفانتج اوف انترنت شوبينج؟ نفس بتاع الانترنت بانكينج مع اختلاف الطبيعه، ان ده شوبينج والتاني بانكينج. يبقى بالنسبه للكاستمر برضه حكايه الماني والتايم ترافلنج اور كيوينج، بس هنا بقى في كلام جديد، جريتر تشويسز اوف جودز. اقدر انا ادور على حاجات متنوعه، مش اوريدي بس الايه المول اللي انا واقف فيه، اقدر ادور على حاجات متنوعه. كان شوب وين شوبس ار كلوز، ما دي معروفه زي البانكينج. ماشي؟ طيب ماشي. يبقى دلوقتي هنا greater choice of good و comparison sites can help you find the cheapest option. فعلا على امازون بيقعد ايه يوريك ده بقى ده من provider، ده بيبيع بكذا وprovider بيبيع بكذا والكلام ده. خلاص. disadvantage cannot see or feel goods in reality. لو مثلا لبس هل هقيس ولا امسك الماتيريال ازاي؟ lack of socializing and social contact. Hackers may intercept data and defraud يعني ينصب، وشوب shipping and delivery charge هيبقى فيه اكسترا تشارج بتاع الشيبينج، ممكن يبقى فري على صاحب المحل لو حاجه غاليه كبيره، او لو حاجه صغيره بقى هدفع على الشيبينج كوست اهو، يعني ممكن يبقى في الديس ادفانتج. تمام. ادفانتج تو ذا انترنت، فيور ستاف زي البانكينج، فيور شوبس زي البانكينج، بوتنشالي لارج كاستمر بيز زي البانكينج. طب ديس ادفانتج، هاي انيشال كوست و cost of maintenance و retrain stuff و greater cost due to delivery stuff and vans. والله الدليفري بقى هيبقى على الكاستمر ولا على صاحب المحل؟ يبقى greater costs due to more delivery stuff و vans. المهم كل مميزات وعيوب، المهم الفهم ونجيب الدرجات. بعد كده بقى بما ان احنا اتكلمنا على الشوبينج، تعال نقول computers in the retail industry. السوبر ماركت ذات نفسه، هو القصه دي كلها بتتكلم على الباركود. لما بشتري حاجه من السوبر ماركت بتتقرا بالباركود ريدر، بياخد النمبر ده اهو، مثلا دي التل او التل اللي هو الكاشير في السوبر ماركت. الجهاز ده ايه؟ باركود ريدر. طب وده ايه؟ برينتر عشان يطلع ايتمايز ريسيت. وهنا تاتش سكرين، ما عنديش كيبورد، والشاشه الصغيره دي بتبين البرايس للكاستمر، والدرج ده طبعا بيحط فيه الفلوس. لكن ده ماجنتيك سترايب ريدر او تشيب ريدر عشان ادفع بالكارد، اللي هي بيسميوها الكترونيك فاند ترانسفير ات بوينت اوف سيل. تمام. خلاص يبقى ده كده ايه الكاشير. طب ايه بقى اوتوماتيك ستوك كنترول؟ اوتوماتيك ستوك كنترول بيبقى متسجل على الداتا بيز اللي في الكمبيوتر كل ايتم النمبر ان ستوك. ماشي؟ لما ايتم بيتباع reduce the number in stock by one لغايه اما يوصل لصفر، لا لغايه اما يوصل للريوردر ليفل. يعني مثلا انا عندي هنا كاتب لك هنا tens of bees اهو، ما الرسمه دي انا عندي العلب، علب اكل. ماشي؟ عندي كان عندي كام initially 52، يبقى number in stock كان initially 52. جه كاستمر اشترى ثلاثه، يبقى ماينس 3 النمبر ان ستوك ب 49. انا واخد هنا بقى الريوردر ليفل ب 50 عشان اعرف اشرح. ماشي؟ ما هو دلوقتي لما يقل عن 50 يبقى الايتم ده قرب يخلص، اللي هو اسمه ريوردر ليفل، وعايز الكمبيوتر يبعت للوير هاوس اللي هو تاجر الجمله ان الايتم ده قرب يخلص. ما هو ال 50 دول بيتباعوا في يوم، وعبال ما احط الاوردر ويجي لي تاني يوم يكون يا دوبك خلصوا. ماشي؟ دي اسمها اوتوماتيك ري اوردرنج، اوتوماتيك ستوك كنترول. لما الايتم قبل ما يخلص ب 50، ال 50 بيخلصوا في يوم او يومين، والاوردر بيجي لي في يوم او يومين، يبقى ده اسمه الري اوردر ليفل. كل ما ايتم بيتباع نمبر ان ستوك از ريديوس باي 1، وبعدين كومبير نمبر ان ستوك وذ ذا ري اوردر ليفل، اف ات از سمولر ذان اور ايكوال بيبعت اوتوماتيك اوردر للوير هاوس. عبال بقى ما يجي مثلا 100 علبه، يبقى النمبر ان ستوك يبقى 149
كده ايه، يبقى ابديتد على الكمبيوتر وكده ان شاء الله اي ام نيفر اوت اوف ستوب عشان شغلي ما يقفش. ماشي والله اهو، دي بقى الكمبيوتر ان ذا ريتيل اندستري، ودي اسمها بي او اس بوينت اوف سيل تيرمينال والستوك كنترول. تمام حلو قوي، يبقى احنا اتكلمنا على الشوبينج. تمام تعال نرجع تاني للبانكينج. انا بحاول ارتب المواضيع مش زي ترتيب السيلبس، ما الشابتر كله على بعضه، بس بحاول ارتب المواضيع بالترتيب المنطقي اللي اقدمه للطالب بطريقه منطقيه. بانكينج ابلكيشن بالنسبه للبنوك، في حاجه اسمها الكترونيك فوند ترانسفير اللي هو تحويل حساب. دلوقتي في مصر كلها كده، انستا باي ولا فودافون كاش، كله الكترونيك فوند ترانسفير. بس هنا انا بشرحها بطريقه اوفيشال، ان من خلال البنك يتحول من رصيدك لرصيد الموظف او الكاستمر او العكس. دي اسمها اي اف تي، الكترونيك فوند ترانسفير، واتطورت جدا. خلاص الكترونيك فوند ترانسفير اي اف تي از ا سيستم ذات الاوز ماني ترانسفير انستراكشن تو بي سنت دايركتلي تو ا بانكس كمبيوتر سيستم. The customer automatically transfers the amount, the specified amount from one account to another. يبقى ده هيبقى مثلا ماينس 50 دولار، وهنا بلس هنا ماينس 5000 دولار، 50000 دولار، وهنا بلس 5000 4000. ده بيودي السالاريز بتاعت الموظف اي اف تي. تمام طيب الموظف بقى هيروح على الاي تي ام يسحب فلوس لو عايزها ان كاش، او يستخدم البنك كارد بتاعه عشان يعمل الكترونيك فند ترانسفير ات بوينت اوف سيل، اللي هو يسحبهم كاش يا يشتري بالكارت في السوبر ماركت. ما انا قلت لكم هنا اهو كارد ريدر. خلاص يبقى الكترونيك فند ترانسفير ات بوينت اوف سيل. ماشي اتمنى اكون رابط المواضيع مع بعض حلو. طب ادي الاوتوميتد تيلر ماشين او اوتوماتيك تيلر ماشين، جه عليها اسئله كتير مش قادر احطهم كلهم. ماشي اللي هو بقى ادخل البنك كارد، وبعدين ادخل البين، لو البين دخل غلط لازم ادخله تاني، لو مثلا دخلته 3 مرات غلط الكارت بيتسحب. طيب لو انا عايز لو دخلته صح هيقول لي وات سيرفيس از ريكوايرد. ماشي اقول مثلا ويزدرو ماني. طيب في تو ليميتيشن، لو انا عايز اسحب فلوس في تو ليميتيشن. اول حاجه البالانس بتاعي مش هسحب اكتر من رصيد. تاني حاجة there is a daily limit، حتى لو معايا مليون هو بيطلع من الاي تي ام يمكن في مصر دلوقتي 8000 في اليوم او ساعات 12000 في اليوم حسب البنك واختيارك انت. تمام فبيتأكد ان check against the balance و check against the daily limit، daily limit of the card، وبعدين ايه يطلع لك الفلوس وترانزاكشن كومبليت. خلاص ممكن بقى بدل ما تسحب الفلوس كاش وتروح تشتري بيها تعمل الكترونيك فاند ترانسفير ات بوينت اوف سيل، اللي هو ده الكترونيك فاند ترانسفير ات بوينت اوف سيل. ما هي دي بوينت اوف سيل بي او اس واي اف تي، دخلنا الاثنين في بعض. كان زمان بيسأل عليها كتير قوي بس غالبا دلوقتي بقتش بره اهتمام. الكترونيك فاند ترانسفير ات بوينت اوف سيل تيرمينال بي او اس. تمام طيب هيحط الكارت ونشوف البالانس، لو في سفيشنت فاند يخصم من رصيد الكاستمر ويضيف لرصيد الشوب، لو ما فيش سفيشنت فاند يبقى ترانزاكشن ريزيكت. اهي حاططها صور وعامل لها ايه ستوري، البنت دي راحت تشتري وهتدفع بالكارد. تمام طيب يبقى الكارد هيتحط في الايه، في الكارد ريدر، سواء كان ماجنتيك سترايب ريدر او تشيب ريدر او دلوقتي كونتاكت ليس، بتحط الكارد كده لو هي 30 ولا 100 جنيه تسحبوا هوا. ماشي هنشوف دلوقتي البيمنت سيستمز دي ونوقف على كده بقى، هنشوف البيمنت سيستمز ونوقف. تمام طيب بس بقى هو بيعمل ايه، كونتاكت للكاستمرز اكاونت ويشوف فيه سفيشنت فاند عشان يدفع 100 دولار، لو في سفيشنت فاند يبقى ديبتد وكريديتد يتخصم من هنا وينضاف هنا ويجي ايه الترانزاكشن كومبليت. خلاص يبقى دي الكترونيك فاند ترانسفير ات بوينت اوف سيل. بيدخلنا بقى على البيمنت سيستم، فاضل لغايه فين؟ لغايه هنا ان شاء الله ووقف، لغايه كمبيوتر ان ميديسن دي بقى المره الجايه. ماشي كل الحاجات دي بقت حديثه ساتش ذات انت بتستخدمها في مصر. ماشي تعال نتكلم عليها لانه بيسال عليها. تمام طيب انا عاوز ادفع بالبنك كارد،
البانك كارد ده هيبقى عليه ماجنتيك سترايب، والله ادم، هيبقى عليه تشيب، التشيب افضل، تشيب اند بين، تمام، وبيبقى عليه كمان وايرلس اللي هو بنسميه كونتاكت لس. ما هو كونتاكت لس ده درسناه في تشابتر 2 كانبوت ديفايس، ماشي. المبالغ الصغيره بتدفع كونتاكت لس، المبالغ اللي اكبر شويه بتدفع بالكارد والبين، تمام. وبعد كده بقى ساعات بدل الكونتاكت ليس، ادي كونتاكت ليس وده سمارت كارد، بعد كده ساعات بتحط البيمنت ديتيلز في الموبايل بتاعك وتدفع بالموبايل بدل ما تدفع بالبنك كارد. كل الحاجات دي جاي عليها اسئله وحديثه جدا، فعشان كده عاوز اناقشها واوقف على كده، تمام. طيب تعال نشوف في نطاق الاسئله جت ازاي. Chip cards are more secure since the data is encrypted and reliable than magnetic stripe cards. تقريبا الماجنتيك سترايبز وقفت، اللهم الا for backward compatibility. تمام، الكارت دلوقتي في مصر ليه ثلاث حاجات: ماجنتيك سترايب ما بنستخدموش خالص، اللي تشيب عشان المجالات الفلوس الكبيره، والواي فاي اللي علامه الواي فاي ده اللي هو مش واي فاي ولا حاجه، ده كونتاكت ليس عشان المبالغ الصغيره. طيب data items contained in the chip on a bank card: الكارد نمبر والبين والاكسبايري ديت. checks that would be carried out using information on the card: اتاكد ان الكارد is valid، واتاكد ان الاكسبايري ديت is not due، وان البين matches that on the card، ماشي، وان ما هوش reported انه stolen ولا stopped blocked، مش بيعمل تشيك. دي جت مره جت سؤال في امتحان. طب حلو قوي، يبقى ده اللي هو تشيب. بالنسبه للكونتاكت لس متدرسه في تشابتر 2 كانبوت ديفايس. كونتاكت لس ديبت اور كريدت كارد allow customers to pay for item worth up $25. ال $25 دول يبقوا كام بالمصري؟ شوف بقى دلوقتي ال $100 ب 3000 جنيه، رسمي يعني مثلا حوالي 700 جنيه، متهيألي مثلا، متهيألي الكارد الوايرلس في مصر لغايه 500 جنيه. اكتر من كده يقول لك لا، لازم تدخله وتكتب البيت. يعني طب ليه عاملينه وايرلس؟ عشان اسرع، واحد بيركب مواصلات يحط الكارد يتسحب على طول، واحد يشتري درينك يحط الكارد ويتسحب على طول، لانه مبالغ صغيره، تمام، لان فيها خطوره، لانه بيبقى ان هو وايرلس ممكن واحد يدفع لواحد، ممكن واحد يدفع مرتين، وفي ديفايسز بتسرق فلوس من الكارد، ماشي. بما ان احنا فتحناه وايرلس فنخليه ليميتد. ليه ما تقولش بقى 25، تقول ليميتد لسمول اماونت اوف ماني، ماشي، في الامتحان، ماشي. ادفانتجز: كونتاكت ليس سيستم ريديوس ذا تايم، سريع تو ديل وذ ايتش كاستمر، بدل الطوابير بقى، كويكر، الله، طب ما هي نفسها كويكر ذان انسرتنج ذا كارد اند انترنج ذا بين، يبقى بيوقف، بيوفر وقت البين. وبعدين دو نوت هاف تو وري اباوت بين بينج اوفر سين، ما فيش بين اساسا عشان يشوفه، هو الكارت عليه بين، الكارت عليه بين، مع المبالغ الصغيره ما بتكتبوش عشان ما حدش يبص عليه، والمبالغ الكبيره بقى يبقى خد بالك وانت ايه بتكتب. طيب ديس ادفانتج: كاستمرز ار ليميتد ان وات ذي كان باي، ماست بي بيلو ا سيرتن فاليو، ده اللي جه من المارك سكيم، ما قالش $25. اونلي تشيك وذر ذا كارد از نوت كانسلد، ما بيعملش تشيك على بين. In some cases, customer can unwittingly, without noticing, pay for another customer. مين الواي فاي بقى أقرب؟ الوايرلس أقرب. If they get too close to the terminal. وفي devices that can read the card wirelessly to steal money. تمام؟ طيب، في السمارت كارد. السمارت كارد ده بقى بتحط عليه فلوس وتروح تشتري بيه من المدرسة. وجات مسألة بالشكل ده. يبقى الأول بتعمل له تشارج، بيبقى في مصر اللي هو البري بيد، يمكن في مصر اللي هو بيسموه ميزه، كارت ميزه. او مثلا يبقى with the smart cards user have to add money to the smart card before using it. طب الميزه no physical cash، الطالب بنوديه المدرسه وبدل الفلوس يشتري بيها من الكانتين تقع منه بره، او لا هو الكارد، ولو وقع منه بره ما حدش يعرف يستخدمه، ولو وقع منه الكارد نعرف نعمل له بلوك، ماشي. يبقى advantage no physical cash less chance of stealing by employees، برضو عشان الموظفين ما ياخدش فلوس يحطها في جيبه، هي بتتحول على طول على السيستم. The card can be blocked، ماشي، when stolen، when stolen more secure to in place if card get stolen، ما حدش هيطلع منه فلوس، بيبقى عليه بين مثلا او حاجه. اخر حاجه بقى، خلاص فاضل اتنين،
نير فيلد كوميونيكيشن. هو اصل الكارد ده شغال، الوايرلس شغال بحاجه اسمها ان اف سي، نير فيلد كوميونيكيشن. والسمارت فون برضو لو فيه ان اف سي، كل السمارت فونز دلوقتي فيها ان اف سي، فممكن اخد الديتيلز بتاعت الكارد ادخلها في الفون واشتري بقى بالفون. طب ايه المميزات والعيوب بقى؟ احكم انت. ما هو الفون لو اتسرق الفلوس هتبقى معاه، ماشي؟ او بدل ما تبقى شايل كروت كتير اهو الفون كولكتيفلي. الحاجات دي يا شباب على قد ما اقدر واخدها، يا من تكست بوك يا من اسئله امتحانات. نير فيل كوميونيكيشن كان بي يوز باي سمارت فونز وين ميكينج بيمنت. ان اف سي از ا سبسيت اور ار اف اي دي تكنولوجي، شبه الراديو فريكوانسي ايدنتيفيكيشن اللي قرانا ذكرناها في تشابتر 2. Operate at a particular frequency and is another standard for wireless data transmission. In contrast, general RFID, the frequency at which operate very close. يبقى هو مختلف عن ال RFID، لازم يبقى قريب جدا. ليه؟ عشان هو تحطه على الوش كده يسحب منه، ابعد ب 2 سنتيمترز ما يشتغلش، عشان يعرف مين اللي بدافع لمين. خلاص؟ طيب يبقى very close which make communication more secure. To gain access, ماشي، receiver passive and reader active, these features are what separate NFC from the general RFID. حتى متاخده من الكتاب تكنولوجي، مش قصه، بس هو الموبايلات ممكن يتحط فيها ال NFC ويشتغل at a very short distance. جمع عليها مره سؤال في امتحان phone payment، كان بيقول لك ايه؟ recent phones have been used to pay for goods in stores and supermarkets. One method of payment is involves holding the phone close to a reader in the store. This is simple to use as all you have to do is hold the phone by the reader and no pin. ماشي؟ or signature. However, you need a compatible phone and hackers may access the phone signal. هتوقف لغاية كده، حلو قوي، جزء كويس من chapter 6. يتبقى جزء واحد إن شاء الله السيشن القادم. شكرا لانتباهكم.